أحمد مرحبا بك معنا. إذن حتى من ينزح من الغزيين يتعرض أيضا للقصف ويتعرض للقنص ويسقط شهيدا. لو تضعنا في تفاصيل ومستجدات هذه الليلة أحمد. بالفعل، وهذه القصة هي متكررة منذ بداية هذا العدوان. أينما ذهب الناجحون واصلت الغارات الإسرائيلية استهدافهم أينما حلوا وارتحلوا. حتى هذه اللحظة لم تسجل أي من الغارات الإسرائيلية الجديدة في المحافظات الشمالية ومدينة رفح وأيضا المحافظة الوسطى، لكن مدينة غزة التي شهدت إصابات بفعل غارة إسرائيلية استهدفت منزلا شرق المدينة في حي التفاح، بالإضافة أيضا لقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف وسط وغرب مدينة خان يونس، يتزامن مع اشتباكات متقطعة تتواصل في بعض اللحظات ومن ثم تهدأ ومن ثم تتجدد مرة أخرى. لكن بطبيعة الحال مدينة خان يونس تبقى في ذروة الأحداث. وصل فقط مستشفياتها خلال ساعات اليوم الماضي 17 شهيدا، وهذا العدد هو بسيط جدا أمام عنف الغارات وحجمها وعشرات الشهداء الذين ما زالوا في مناطق مختلفة في المناطق الغربية من المدينة ملقيا جثامينهم على الأرض، لا يستطيع أحد الوصول إليهم لانتشالهم. هناك عشرات المصابين استشهدوا في المنازل في المناطق التي كانت تناشد عائلات عدة بضرورة إجلائها، استشهدوا. هناك من هم تحت الأنقاض لا يستطيع أحد الوصول إليهم من الطواقم الطبية، خاصة مع حصار مستشفى ناصر وأيضا حي أو مستشفى الأمل ومقر الهلال الأحمر واستهداف الطواقم واستهداف كل من يتحرك في تلك المناطق. هنا في مدينة رفح أقصى الجنوب سجلت غارتين فقط خلال الساعات الماضية في المناطق الشرقية للمدينة وأيضا قرب المناطق الشرقية الجنوبية لها قرب بوابة صلاح الدين غارة أخرى استهدفت أراضي زراعية يعني فارغة، وأيضا كانت الغارات يعني التي سبقتها في هذه المدينة التي يدعي الاحتلال دوما أنها آمنة لمنزل فجر يوم أمس دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. هذه هي مجمل الأحداث الميدانية مع تواصل تفاقم الحالة الإنسانية والأوضاع المأساوية للناجحين وأيضا تفاقم الوضع الصحي للمستشفيات التي خرج أكثر من 30 منها عن الخدمة، وأيضا ما تبقى هو 5 مستشفيات تقريبا يعني واثنتين من هذه المستشفيات هي مهددة بالخروج عن الخدمة وهي ناصر ومستشفى الأمل في مدينة خان يونس. نعم، ناهيك عن انخفاض درجات الحرارة أيضا في غزة. شكرا جزيلا لك أحمد البطة من أمام مستشفى الكويت في رفح.